سياسية ذات طابع اقتصادي هي زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى طهران. للمرة الثالثة يزور شاه محمود قريشي إيران، فيما يسعى البلدان إلى إنعاش اقتصاد بلديهما في زمن الكورونا. إزالة العوائق بين تعاون البلدين ومكافحة التهريب على الحدود البالغ طولها نحو 1000 كيلومتر ورفع التبادل التجاري ولا سيما في الأسواق الحدودية كانت ضمن أهداف زيارة الوزير الباكستاني. الحمد لله مذاكرات ورايزنيها. افتتحنا معبرا جديدا وثالث سوق حدودية بين البلدين، يمتلك البلدان الإمكانات والمقومات اللازمة لتوسيع العلاقات بشكل أكبر. لقد وقعنا أيضا على مذكرة تفاهم لتفعيل 6 أسواق حدودية لكي تبدأ عملها بشكل رسمي. يدرك البلدان مدى تأثيرهما في استقرار أمن المنطقة وعليه يتشاوران في القضايا المشتركة كدفع عملية السلام في أفغانستان وفلسطين المحتلة، بالإضافة إلى أمن الحدود ومحاربة الجماعات المتطرفة ومكافحة التهريب وتجارة المخدرات. هذه الزيارة مهمة للغاية من حيث التوقيت، فهي توفر أرضية مناسبة لإحلال أمن إقليمي أكثر صلابة من خلال التعاون الثلاثي بين إيران وباكستان وأفغانستان. تعرب باكستان عن قلقها إزاء تصاعد المشاعر المعادية للإسلام في الغرب والتطرف ضد المسلمين، فتحاول توحيد الجهود مع إيران وتركيا والسعودية للعمل على جبهة مشتركة لمكافحة الكراهية وإهانة المقدسات الإسلامية. تنظر إيران إلى ما بعد خروج أمريكا من أفغانستان، فتسعى إلى ترسيخ معالم جديدة للتعاون مع جيرانها في كابول وإسلام أباد، تعاون مبني على تبادل المنفعة وتقوية العلاقات في كافة المجالات. ملك عابد، طهران، الميادين.